رضا، ساعة تعليقك على كلام كريم ومن بعد كلام وليد جلال. قد يكون كلام كريم وكلام سي وليد صحيح ونوافق الشيء ونحبش ندخل في متاهات. أنا ماذا بيا نقول كلمة مهمة، إن شاء الله تونس رشح. أولا شفت الكلام اللي يقولوا فيها احنا الكل، هذا الكل فما نسبة مئوية كبيرة من الصح صحيح. نترشح ماذا بيا نترشح والتقييم بعد نهارين ثلاثة. جايتنا فترة باش ندخلوا في الدوزيام فاز إن شاء الله كي نترشحوا. التقييم الفني عندنا ناس راهم في تونس مدربين قدماء وناس عندهم رايهم بكل معناتها شفافية وبكل وضوح ما فيها شيء. أنت غلط. والمحاسبة المحاسبة في التصرفات متاع الملاعبية. لابد الملاعب يحط حاجة في مخه مهما يكون اسمه. لو تلعب في بوتافوغو إن شاء الله في البرازيل ولا تلعب في الريال مدريد إن شاء الله، راك ما تنجمش تكون أكبر من منتخب ويلزمك بوسك المريول وكل والعلم ماذاك تبوسه ويشرفك. يلزمك تعترف بهذا أنك تونسي. الفرق سيدي الوليد نحكي لك بين الملاعبية الجزائرية وبين الملاعبيه المصاروه وبين المغاربه، عندهم دي جوار يلعبوا ليترونجي في اوروبا ودون دي كلوب كبار زادا، لكن وقت اللي يلبسوا المريول نتاع بلادهم يوليوا عباد اخرين، يوليوا ياكلوا في الحكيش. احنا وقلتها انا قبل ما يبدا حد يتكلم، قلت نحس وانه الملاعبي نتاع تونس وكانه عامل عليا مزيه كي يجي يلبس المريول نتاع المنتخب وكانه عامل عليا مزيه. اذا لابد التقييم الفني. سي رضا، اذا انت معناتها في الاستوديو متابع قريب للشان الرياضي والمنتخب، اذا انت تحس انه ملاعبية عاملين مزيه وتتغشش، كيفاش الجمهور اللي يسمعوا في كلامنا هذا ويمشي يتفرج وغدوه ويشجع يقول لك انا اليوم مشجع في ملاعبي ما يحبش يجي يلعب، ما يحبش يلبس الملاعب نتاع الكيفاسيونال ولا يختار في الماتش نتاعه. هاني باش نزيد نوضح يا حتى شاكر. الجمهور يقول لك يا خويا انت شاكر سامحني يا شاكر سامحني، خلينا نزيد نوضح يا سيدي. قد يكون انا غلط نحس في الملاعب ماهوش قاعد يتوا اسمه كريم الخزري، تشوف الخزري في فرنسا في سنتين وتشوف خزري اخر في تونس. معناتها اتهام، هذا وجهه نظر فنيه، لكن التقييم مش انا نقيم ولا وليد ولا كريم، فما ناس مختصين باش يقيموا شكون ومنظر كبير. هل هو سمينا واحد منهم سيري؟ هل ما نعرفش مش انا، لا مش انا نحكيو على ناس مختصين، مش انت ومش انا ومش هذا. شكون باش يقيم؟ واحد نحيو منظر كبير. ايش قالك نحيو نحيو منظر؟ مثلا نحكيو على منتخب تونس، نحكيو على مقابله البارح نورمالمون مشينا لغينيا باسمنا في الافريق عندنا معناتها سمحنا فما تراكمات. ما نحكيش على البارح، انا شاكر انا ما نحكيش على البارح، ما نحكيش على البارح، انا نحكي بصفه عامه. فما مدرب عنده فتره معينه قام بها، هل هو الرجل المناسب ولا لا؟ هذه حاجه. هل الملاعبيه هذوما انت شنو رايك؟ تكون تو الوقت الحاضر ان شاء الله يربح غدوه بعد التقييم نقول لك. واضح.